الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أننا على كل شيء قدير وأن الأمر حال لكل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ويدك فلا تفعلها الله وأنت الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما أحب إلى ذلك نبأني حبيب حبيب فغسقت قلوبكما وإن تزدهرا عليه فإن الله هو مولاه وجميل وصالح المؤمنين يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يزول الله نصر ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بنا نورا وقنا إنك على كل شيء قدير أيها النبي أهد الكفار والمنافقين التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت بالمائدين يا الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم اجر عملا ونزيد العذاب الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن مصابيح وجعلنا نعبد من الشياطين وآتنا ثم لا بالسعير والذين كفروا بربهم لا تجهنم وقيل المصير لا ألقوا فيها سمعوا لا شيء ويذبون يجزوا من الغيث كل ما ألقي فيها فوج سعرا وزاد من اليمين قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزلنا بشيء من في السماء أيضا بكم الأرض بين أيدي السموات
علي يرسل عليكم عاصفا فتعلمون كيف النذير لقد كذب الذين من قبلكم كيف كان النكير ويقبضن ما يمسكون الا الرحمن انا بكل شيء بصير افمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن كافرون الا في غرور افمن هذا الذي يرزقكم ان امسك ليس بمن يجمع في غزو ونمو افمن يجيب كبا على وجهه اهدى ويزيد بها بلاد مستقيمه أمشاكم مجعلا لكم السماء والأبصار والأفئدة تغريدا فأنت تشكرون هو الذي دعاكم في أدبه تجارا نحن أهلا تكون صادقين قل إنما الغل وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل عن الذي كنتم فيه تدعون وقلنا لكني الله ومن ضيع إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وأعلم منه سبيلا تكذبين لو تدخل قل على الله في مهيم من شاء بنبيل منع لخير مدد عظيم كل ما ذلك لا مال وبنين على حياتنا هذا في الأولين على الغرور إنا بلوناهم كما بلونا أصاب الجنة إلى غرور وعطاف عليها تعرف من ربنا ومن عيبه الصريم فتنان المسلم على عدد أجاد الله من أهل وهم يتعاقبون الله يدخل النار يوم عليكم مسبير وغدر على عدد غادرين ما يعلم إلا الله قال أوسط وما قل لكم لا تسبحون ربنا إنا كنا ظالمين السماء يومئذ وملكوا على جائها ويعمل
ونصره وقد أضلوا كثيرا ولا تجد ظالمين إلا الله.
يقول لا تدع على الأرض مركا فيه هديا إنك إن زجر يضل عبادك لا يلدون إلا مادرا كفا فقبلي ولوالدي ولمن دخل بيتي بومي ويبومي أقول يا سبادي لظالمي لا إلا سبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من إنه سمعنا براجا يدي إلى الرشد آمنا بي ونجك برب العادة وإنه سأل جد ربنا مساء ساحبة ولا غدا وإنه سأل يقول بالله لا يسلا ما ظننا الله سهو لكم وجدوا رجال من الأنس والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تصوم
فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأعمل وربك فكبر ثيابك والرجز ولا تمنن تستكثر ولربك وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير غير يسير ومن خلص وزيد جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له سبيلا ثم يصنع حديثك الله إنه كان يا يابي عزيزا سأرهقه إنه بكر ولدر فقتل كيف بدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أقبل وقال إن هذا إلا سر يوصل إلى ما إلا قول البشر صغر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يلم من ذنبك إلا هو وما يلا لله الله والغمد يا دبر ليت الخبير للبشر ما كسب نيرة إلا أصاب اليمين جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين مع الله وكنا نكذب بيوم الدين سفر الشافعين فما لا عن التكيلة المهمين فأنهم عمر مسافر لهم من قسرة كل امرئ من ايدال ومن رجال كلا بل لا يخاف ولا يتخلى ان يذكره وما يذكره الا ان يجعل له الارض سواء وان في يده لله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان لم نجمع الى انه الا ان نسوي احيانه فنريد الزاويه امامه يسال ايام يوم طفى القمر جمع الشمس والقمر يقول الزام يومئذ يلبس يومئذ المسار يومئذ ما ندم واخر الانسان على نفسه بصيرة معاليه اظهر ذكره لسانا استبدل به علينا شفا وقرانا وبيتا قرانا واتقوا فان علينا بيانا بل يحبوا العاجية آخرة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة يا ربنا ذلك اليوم ورفعنا لك مزورا
وإذا الجبال طولت وإلى الرسل أُقتت لأي يوم أُجِّلَ يوم الفضل من يوم الغدر للمكذبين لم تلك ولينا وكذلك نحن للمكذبين للمكذبين لم نخلقكم من ماء المجيد جعلنا في غير المجيد قدر معلوم فنعم غادر الغير يوم للمكذبين على قدر لولاك فات أحياء وأموات وأهديك يا رب العالمين ولا يدركنا اللهم
شرف هذا أنا رب ملاه أخذه الله هكذا تبين العلم في ذلك نعرف لما يشاء ثم شد خلقنا بالسماء ولا أسلم كهف سواها في ذلك يا قاسم الزاد بالزور
ومزاجها هو وما هو بهذه يكيد كيدا يكيد كيدا فمحر الكافر أمين رويدا بسم الله الرحمن الرحيم رب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي ارتفع هدى الذي أخرج المرعى جعله سلطانا وقرئك فلا تنسى جاه الله إن لم يرى ما يرى لليسر إن بعد الذكر يتذكر وينا خلقا راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية جارية مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مسوبة بي مخلوطة فلا ينظر إلى الإبل كيف خلق إلى السماء كيف ترفعها وإلى الجبال كيف نصيرها أهل كيف تجعل تذكر إنما أنت المذكر رد عليه بمصيبة الله من تولى وكفر لا والشفر والليل يا يدي هدي ذلك قد مزيح لمنظر كيف فهم مبدعات كرما ذات الحماد التي لم يغل منها في بلاد ثمود الذين لا مصر في الوادع فرعون للأوثان الذين سروا في البلاد فأرسلوا في الفساد فعلي ربك صوتا ربك يدي بالله قام الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأمره ربي أكرمه وأما إذا لم تراه فغدا
كفي أبو دكم دكم فجاء ربك فبلغ لما لما يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يؤثر على نفسه ولا يوثق ولا يوثق تهنس المطمئنس ارجعي إلى ربك ثانية لما تدخلي بالبيت وادخلي الجنة الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا من صار فيك بد أيحسب أن لن يأتي عليه أحد أهلك مال البلد أيحسب أن لن هو أحد ألم نجعل له عينين وجفتين هديناهن جدين فلقت أما غلطت وما أهديك ما غلطت فكر غلطت هي أمه مزرعة هي يتيمة لا مهرب يوم مسكينة لا مهرب ما قال من الذي والذين كفروا بآياتنا ومصاب المجامد عليهم نار مؤصدة لله الرحمن الرحيم والشمس والضحى قمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها وما ضحاها وما سواها ولصعب يهديك ربك فترى لم يجدك يتيما فهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنوى أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرجت فأنت من ربك لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين يا كبير ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كالله إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى إن إلى ربك الرجاء رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يريك الله لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية جانبة غانعا فليدع ناديه سند الزبانية لا لا تجوز لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من الأمر يا أمري عذاب
الشيطان والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مدهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أمالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بذل ما في الأمور ويصل ما في الصدور إن ربهم اليوم إلا خبير لا إله إلا الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وهي لا التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتجزون يوم الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يصب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما هناك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على دفئة إنها عليهم مؤصدة في أبد ممتدة لا إله إلا الله أكبر إلا الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيلا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل وجنبر ما قول لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطابهم وآمنهم من خوف الله يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحل على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم لا يقولون لا اله الا الله صل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل لا إله إلا الله
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم عندي لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده يا نبينا تواب لا إله إلا الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وما يدري ما أسد به جدران من مسد الله يا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس لا إله إلا الله وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب
وعلى لموتنا فينا سوف على موسى اللي سوى فرضي ولا على حبيبه مصطفى بلغ مغازينا وبلانا ما مضى يا واسع كلامي وهذه بردة مغتربة ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم يا حبيبي مصطفى بلغ يا سيد الأمم يا حبيبي مصطفى بلغ مغازينا بلغنا ما ملا يا حبيبي يا رجال مغزوفين في تربية ثم فذهب من ديرين لنا هو أكم يا حبيبي مصطفى بلغ Yeah.
كريما يتلوه في المسجد لمسار في الحرم Oh, man.